مشاهدينا، لمزيد من المتابعة ينضم إلينا دكتور حسام سلام، أخصائي بقطاع الإنتاج الحيواني. أهلا بك دكتور حسام إلى هذه التغطية. أهلا بحضرتك كل مشاهدينك الكرام. بداية دعنا نتحدث عن آخر النقاط التي ربما وصلنا إلى تطور ملحوظ فيها في مجال البحث العلمي في مصر في هذا المجال لتنمية الإنتاج الحيواني، والتأثيرات المتوقعة لهذا المستوى الذي وصلنا له في الوصول ببعض الأهداف الإيجابية بوقت أسرع مما كانت متوقعة. يعني نحن نتحدث عن المركز العلمي البيطري للأبحاث والتدريب الذي تم إنشاؤه بمدينة السادات، هو في الحقيقة الأول من نوعه في الشرق الأوسط، أليس كذلك؟ تمام. تفضل. احنا بنتكلم حضرتك بالنسبة لمشروعات الثروة الحيوانية والنهوض بها، بدأت الانطلاقة الفعلية منذ ما يقرب من 7 سنوات، وتحديدا منذ عام 2017 مع إطلاق فخامة الرئيس للمشروع القومي لإحياء البتلو. وهذا المشروع ساهم معنا بشكل كبير جدا في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي للحوم الحمراء، حيث أن نسبة اكتفائنا الذاتي كانت قبل بدء المشروع لا تتجاوز 40%، وصلنا بفضل من الله حاليا لنسبة اكتفاء ذاتي تجاوزت 60% وتقترب من 62%. أيضا تم دعم العديد من مشروعات الثروة الحيوانية وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزي للقروض الميسرة ذات العائد 5%. وهذه القروض ساهمت مع هذه المشروعات القومية بشكل كبير في تنمية الثروة الحيوانية. يعني لو كلمنا تحديدا المشروع القومي البتلو اللي بدأ معانا في عام 2017 إجمالي تخصيص مالي كان مقداره 100 مليون جنيه، ووصل إجمالي ما تم صرفه حتى وقتنا الحالي لمبلغ يصل إلى 7 مليار جنيه، بإجمالي عدد مستفيدين يصل إلى 41 ألف مستفيد، بإجمالي عدد رؤوس ماشية تم تمويلها تجاوزت 460 ألف رأس ماشية، وبنسبة استرداد لهذه القروض بلغت 100%. كل هذه المشروعات ساهمت بشكل كبير جدا في تنمية إنتاجنا من الثروة الحيوانية. أيضا إطلاق فخامة الرئيس لمشروع تحسين وراثي وتأصيل سلالات عالية الإنتاجية، وكذلك المشروع القومي لتطوير وإنشاء مراكز تجميع الألبان. ولو تحدثنا عن المشروع القومي لتطوير وإنشاء مراكز تجميع الألبان، هذا المشروع ساهم من خلال المراكز التي تم تطويرها لزيادة في الإنتاج اليومي من خلال هذه المراكز بلغ أكثر من 2500 طن لبن يومي كإنتاج. مع هذه الزيادة تتطلب وجود رؤية علمية تتعلق بكافة النواحي الإنتاجية. طيب دكتور حسام، أنا أريد أن أعود معك لنقطة حضرتك ذكرتها الحقيقة، وهي فكرة التحسين الوراثي للسلالات. النقطة دي يمكن بيأكد عليها السيد الرئيس أكثر من مرة، وبدأنا يمكن العمل عليها. طيب بشكل مبسط للمشاهد، هذه النقطة كيف تساهم في يعني فرق إنتاجية سواء في اللحوم أو في الألبان؟ بشكل مبسط، احنا يعني زي ما تدرك الموضوع ده فخامة الرئيس واتكلم ان عندنا على سبيل المثال الفلاح البسيط كان بيربي أبقار بتدي معاه إنتاج من 5 لـ7 كيلو. صحيح. مستهدف يعني بالنسبة للسلالات عالية الإنتاجية متوسط الإنتاج بيتراوح من 40 لـ50 كيلو يوم. في عندنا سلالات محسنة تتناسب مع صغار المربين والمرأة المعيلة وشباب الخريجين، بتدي معانا معدلات إنتاجية تصل من 25 لـ30 و35 كيلو ألبان يوميا. هذه السلالات تتناسب مع صغار المربين والمرأة المعيلة، ولا تحتاج لقدر عالي جدا من الرعاية على عكس السلالات عالية الإنتاجية. يعني احنا شفنا في المجمع اللي تم افتتاحه سلالات عالية الإنتاجية بوضع تقني وتكنولوجي عالي جدا. احنا عملية تجميع الألبان اللي بتتم من خلال المجمع بتتم من خلال محلب آلي، بيتم نقل الألبان بشكل مؤمن وآلي لتنكات التبريد واللي بتنزل درجة حرارتها بعد إجراء الفحوصات المعلية المختلفة من 37 درجة لـ4 درجة مئوي. وجود أيضا تنكات النقل المبردة تمهيدا لنقلها إلى المصانع والعملية التجارية دون تدخل أو ملامسة من أي أيدي بشرية. عملية التحسين بتشتمل معنا شقين، شق يتعلق مع المزارع النظامية وكبار المربين،
وده بيتم من خلال السلالات عاليه الانتاجيه وتاصيل هذه السلالات داخل الاراضي المصريه. وتكلفتها بتكون اعلى يا دكتور؟ تكلفتها اعلى. الشق الثاني بيتناسب مع صغار المربين، وده بيتم من خلال السلالات المهجنه مع السلالات المحليه اللي عندنا، اللي هو تاصيل السلالات عاليه الانتاجيه بما يتلائم مع الاجواء عندنا او الظروف المناخيه المصريه. وده فعليا ما تم على الارض وبادئين في التنفيذ. هذه المشروعات تم ايضا عقد العديد من البروتوكولات ما بين وزاره الزراعه والعديد من الجهات او منظمات المجتمع المدني والبنوك المموله لتوفير الدعم النقدي وتوفير الاماكن والمناطق اللوجستيه لتوفير هذه السلالات. وده فعليا دكتور حسين يعني كل هذه النقاط مترابطة بشكل أو بآخر. دعنا نعود إلى النقطة التي ذكرتها منذ قليل الخاصة بمشروع البتلو. أثناء حديثك يعني كنت أسألك عن البحث العلمي في هذا المجال ومسألة الاكتفاء الذاتي، وذكرت أن الاكتفاء الذاتي كان نسبته بدأت من 40% ثم الآن تجاوزت 60%. متى نتوقع أن ينتهي هذا الاكتفاء الذاتي؟ هل هناك مدى زمني معين؟ لأن هذه بالطبع مهمة ليست بالسهلة على الإطلاق. أكيد وتوجد العديد من الصعوبات، لأن سيادتك بنعمل على تغيير فكر وثقافة لبعض المربين. إحنا ممكن نتكلم إن مشروع البتلو في مراحله اللي معانا أو في التطوير فيه كان بينقسم في بدايته لمرحلتين أو شقين للبتلو. كان في تمويل للبتلو المحلي تمام، وده كان بيتم التمويل بمبلغ 10,000 جنيه لشراء الرؤوس زائد مبلغ 5,000 جنيه للتغذية، والبتلو المستورد وده كان بيتم بتمويل 15,000 جنيه تخصص للشراء و5,000 جنيه للتغذية. تم إضافة في الأونة الأخيرة بموافقة معالي وزير الزراعة وهو يرأس مجلس إدارة المشروع القومي لإحياء البتلو، تم إضافة عدد من 3 ل 15 رأس حلاب وبدون الحاجة إلى ترخيص تشغيل من خلال معاينة ثلاثية يقوم بها قطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه والهيئه العامه للخدمات البيطريه والبنك الممول فقط. تم اضافه عدد من 3 ل 15 راس حلاب باجمالي تمويل الراس الواحده بلغ حوالي 50,000 جنيه ومده سداد تتراوح من 3 إلى 5 سنوات على حسب الوضع الائتماني لصاحب التمويل او لصاحب المشروع. كل هذه النقاط بتعمل معانا على زياده الانتاج وتقليل المده الزمنيه لزياده الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والالبان. طيب يعني نامل بفضل الله ان الموضوع يبقى متسارع. ولكن احنا يعني كلنا وكل جهات سواء الجهات الحكومه او منظمات المجتمع المدني او صغار مربين كلنا بنعمل في نفس الاطار لتعظيم ربحيه المربي من الثروه الحيوانيه والداجن. طيب دكتور حسام، نقطة أخرى ويمكن بتهم المواطن بشكل كبير جدا ويمكن سأل عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الزراعة، وهي استمرار يمكن ارتفاع أسعار اللحوم، فكانت الإجابة يمكن أن في مشكلة كبيرة بتكمن في الأعلاف أو مواد كثيرة تستخدم في هذه الأعلاف يتم استيرادها من الخارج. إذن هذه مشكلة أيضا يتم العمل عليها الآن. أكيد مع زيادة التوسع في الرقعة الزراعية ومشروعات 1.5 مليون فدان ومشروعات الدلتا الجديدة، كل هذه المشروعات بتساهم بشكل كبير جدا في توفير احتياجاتنا من الأعلاف، لأن لا يخفى عن الجميع أن تكلفة الأعلاف بتمثل حوالي 70% من تكلفة العملية الإنتاجية، وده بيأثر بشكل كبير جدا على الأسعار، وخصوصا أن الأسعار أسعار الأعلاف بتتحكم فيها بورصات عالمية، لأن بيتم استيراد معظم خامات الأعلاف. فمع التوسع في زراعة هذه المحاصيل وأيضا وجود زراعات تعاقدية من خلال بروتوكولات تم توقيعها بإشراف من وزارة الزراعة تم آخرها زراعة تعاقدية للمحصول الذرة بالاشتراك مع اتحاد منتجي الدواجن، أيضا وجود زراعات أعلاف بديلة مثل البونيكام والأزولا والشعير المستنبت وغيرها من الأعلاف أو بدائل الأعلاف، كل هذا يعمل على تقليل تكلفة الأعلاف. ولكن احنا بنتكلم على يعني أسعار عالمية هي اللي بتتحكم في الكلام، فبنحاول بقدر الإمكان تحسين الاستفادة. هي الأعلاف المتاحة. البديلة يا دكتور يمكن بتناسب كل أنواع اللحوم أو الماشية أو ما إلى ذلك؟ بتناسب
بنسب، كل هذه بمعنى بدائل الاعلاف لها نسب للايه؟ يعني لابد من وجود الصويا والذره وغيرها. في نسب يعني سواء بونيكام او غيره بتتحط بنسب. وبالطبع يعني الازمه الروسيه الاوكرانيه اثرت يعني القت بظلالها بشكل يعني كبير دكتور حسام على اسعار الاعلاف وحتى اسعار الاسمده وما الى ذلك. طيب اذا ما عدنا مره اخرى الى النقطه الخاصه بمساله الاكتفاء الذاتي التي كنت تتحدث عنها، ذكرت ان هناك مصاعب في هذه المهمه الكبيره التي تحارب فيها الدولة المصرية وهي غاية في الأهمية بالنسبة للاقتصاد المصري، ما أبرز هذه المصاعب؟ ما بنتكلم أن الظروف العالمية وظروف السوق دي من أكبر الصعوبات اللي بتواجهنا، ولكن كل شيء مع الإرادة والرؤية السياسية والخطط الاستراتيجية بإذن الله سوف يتحقق ما نسبه إليه. ماذا عن مسألة النقطة التي ذكرتها الخاصة بتغيير المنظومة الفكرية للمربي أو لصغار المزارعين؟ على أرض الواقع بيتم عمل العديد من الزيارات الميدانية وعقد الندوات الإرشادية ووجود المراكز اللوجستية وتوفير حلقات التواصل بشكل مبسط مع صغار المربين، كل هذا يؤدي إلى تعظيم الاستفادة ويعني فتح آفاق وتوسيع المدارك بالنسبة لأهمية هذه المشروع. وهناك أيضا البرامج التدريبية أليس كذلك؟ يعني ما أسهامها؟ أكيد كل هذا كلها متاحة، والتواصل بشكل مستمر بيتم على مدار الساعة. التواصل بيتم سواء من خلال الوحدات الزراعية أو الوحدات البيطرية الموجودة في القرى أو بشكل مركزي من خلال الوزارة وغيرها من الجهات ومن خلال عقد العديد من الندوات والبرامج. دكتور حسام، يمكن في أيضا أساليب تكنولوجية وعلمية متطورة كبيرة جدا رأيناها خلال افتتاح هذا المشروع وخلال الجولة التفقدية أيضا للسيد الرئيس خلال هذا أو في هذا المجمع، يعني أين تكمن هذه الأهمية، أهمية وجود معامل أبحاث علمية يتم تنفيذها ل يعني معرفة يمكن عيوب وراثية مختلفة أو علاج فيروسات حيوانية وما إلى ذلك؟ احنا مع التطور التكنولوجي اللي شفناه في الافتتاح النهارده ده بيخلينا نشوف احنا فين او احنا في مصاف الدول المتقدمه في الثروه الحيوانيه والدجاج. يعني كل هذه الامور بتحسن من وضعنا الانتاجي ومن التطور او بتعمل على تسارع التطور في عمليات تنميه الثروه الحيوانيه والدجاج. الوصول للاكتفاء الذاتي الذي كنت تتحدث عنه يمكن حضرتك في بدايه هذه المكالمه. بإذن الله يعني احنا نأمل في أسرع وقت أن يبقى عندنا تحسين من معدلات الاكتفاء الذاتي. طيب دكتور حسام، بما أننا تطرقنا لنقطة غلاء أسعار الأعلاف وبالطبع هناك عناصر إنتاجية أخرى تأثرت بالغلاء جراء الأزمات العالمية المتتالية، يعني ما الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لتلافي القفزة التي كان يمكن أن تكون أسوأ في مسألة غلاء تكاليف بعض الإنتاج، بعض عناصر الإنتاج؟ احنا اتكلمنا وقلت لحضرتك ان في سواء الدعم الفني او اللوجستي والتوجيه نحو استخدام بدائل الاعلاف وكذلك توفير قروض ميسره، كل هذه الامور من شانها تقليل التكاليف وبالتالي زياده نسب الانتاج. ايضا بيتم اللي هو لا اتحدث عن تلافي القفزة التي كان ممكن أن تحدث في تكاليف الإنتاج الحيواني بشكل عام وليس فقط مسألة تشجيع صغار المزارعين أو المربين. وبيتم بالنسبة للمزارع الكبيرة زي ما حضرتك شفت في افتتاح المجمع أن بيتم استخدام كافة السبل العلمية المتاحة والاستفادة من التطور العلمي والتكنولوجي والاستفادة أو تعظيم الاستفادة من البدائل وما يتاح. يعني زي ما شفنا أن كان في زراعات لبدائل الاعلاف داخل المجمع. ده كنوع من انواع الفكر، ده بيساهم بشكل كبير ان انا بعتمد على الانتاج المحلي وليس المستورد بشكل كامل. فده هيساهم معانا في تحسين الوضع. صحيح. اذا دكتور حسام سلام اخصائي بقطاع الانتاج الحيواني، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.